هاي لكل محبي اوتو فوكس وكل المتابعين لهالفقره من ام تي في لايف اللي دائما بتعرفكم على السيارات الموجوده خاصه بالسوق اللبناني مشاهدينها. الاس ال كي مرسيدس اللي معنا اليوم كانت انطلقت بقوه مثل ما عم نشوف هون، بعرف ليش ماشي الحال. اذا نبلش حلقتنا بالالارم. كانت طلعت بقوة المرسيدس اس ال كي عام 1996 مع اول جنراسيون منها، وشفنا من بعدها ثاني جنراسيون بالعام 2005 وهي تعتبر انجح لهلا من حيث الشكل والمضمون، وعم نشوفها سوا اليوم بحلقتنا مع الاس ال كي 2005. لكن اللي بيميزها عن غيرها الاس ال كي اللي معنا انه هي باورد باي برابس، وهيدي الشركه معروفه بتعمل تيونينج للسيارات، يعني بتعدل بالمحرك. هلا المحرك اللي معنا اليوم هو اس ال كي 200، يعني لاين 4 او 4 سيلندر، بس مجرد ما تكون باورد باي برابس يعني اكيد فيها قوه دفع اكبر، وبتجي فيها الكمبرسر سيستم، كومبرسر اكيد اللي بيعطي قوه دفع اكثر لمحرك هالاس ال كي. وما في نزوم نذكركم انه الاس ال كي بتجي كونفرتبل هارد توب، وراح نكشفها اكيد للسياره خلال الحلقه، نشيلها الغطاء لتشوفوها بشكل اوضح اكيد على الكاميرا. 2 سورتي كروم مثل العاده بالاس ال كي، كمان لوك رياضي اكثر، كل سورتي على ميلي، وبس توصل السياره كمان على ميلتنا رح نطلع على الداخل وتشوفوها بشكل اوضح، رغم انه هي سياره كحجم صغيره لانه هي 2 سيترز، بس اكيد من الداخل الحلو فيها اليوم اللي معنا انه دخلها اللون البني الغامق كفرش، مع اضافه مع اللون الاسود على البورد والكروم اللي واصل على الفيتاس، وهو الكروم من وراء اكيد محرك البرابس اللي دائما بيكون فيها شيء سبيشل من جوا، مثل ما بيكون فيها كمان سبيشل من برا ناحيه الجانت مثلا اللي هو 17 انش. هلا خلونا ننزع على الغطاء لهال اس ال كي 200 اللي ماشي 69000 كيلومتر ومش مايل، بسعر كثير ممتاز هو 27000 دولار. عملية نزع الهارد توب اللي فيها سريعة، ماكسيموم حوالي 20 ثانية، ومتحول السيارة الى كونفرتبل مثل ما عم نشوف. الحلو فيها لهالاس ال كي مرسيدس انه كثير كثير سيفتي على الطرقات وخاصة على المنعطفات. كمان من ناحية الداخل فيها أربع ايرباكس، كلايمت كنترول، مالتي زون اي سي، إضافة لعدة أمور ناحية الراديو سي دي أكيد، والميموري الموجودة داخل هالسيستم هيدا اي اس بي سيستم اللي أكيد بدنا نحطه اون واوف مثل ما نحن بنحب نسوق، إضافة للأي بي اس، الإي بي دي والبي اي اس. أما ناحية المحرك فكمان رح نتعرف أكثر على المحرك تبع الاس ال كي 200 اللي هو باورد باي برابس، برجع بذكر ونشوفه بشكل أوضح على الكاميرا. بهالوقت بنذكر انه هي السيارة رير ويل درايف، يعني تراكسيون أريير أكيد بتشد من ورا، فيها سيستم الساوند أو سيستم السراوند سيستم هو أرمن كاردن المعروف جدا بعالم السيارات خاصة. أما المحرك كمان بنشوف البرابس كي 4 عليه كلوجو، هو مغطى كليا، يعتبر لاين 4 ومش في 4. السياره 161 حصان على 5500 دوره بالدقيقه كسرعه دوران، توب سبيد 221 كيلومتر بالساعه من 0 ل 100 ب 8 ثواني فاصلة 8، فيها 5 غيارات للسرعه بوقت مثلا الاس ال كي 350 بتجي فيها 7 غيارات للسرعه، 6 وزائد 1 باور درايف. هذه كانت سيارتنا لليوم مشاهدينا، اس ال كي 200 2005 ماشي 69000 كيلومتر بسعر 27000 دولار. اكيد الى اللقاء بحلقات قادمه، ودائما مع سيارات جديده، ودائما تذكروا كمان انتم عم تسوقوا ما تبعتوا بلاك بيري، واتساب او غيره خلال القياده، لانه بالفعل عمليه كثير كثير خطره عم تسبب كثير حوادث. درايف سيف.